انضم الينا من انقره شعبان قرداش مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه. سيد شعبان، اردوغان وبوتين تحدثا عن تقارب في المواقف، في اي اطار هذا التقارب برايك؟ هذه القمة التي عقدت وهي قمة الطاقة هي السياق، وذلك لإظهار دور الطاقة في العلاقة بين البلدين. ولكن الزعيمين عندما يتحدثان عن تعميق العلاقات وإجراء التقارب فيما بينهما، هذا يعني بأن مجالات التعاون متعددة وليست محددة في الطاقة، أي تعميق العلاقات التجارية بين البلدين منذ الأزمة التي حدثت قبل عام، فالتجارة بين البلدين تأثرت سلبياً. إذن فتحسين مستوى التجارة بين البلدين أمر مهم. أيضاً الأزمة السورية الآن أمر يدور بين البلدين النقاش بشأنه، وذلك لتعميق الحوار والتنسيق بين سياسة البلدين. إذن فعند الحديث عن التقارب فهذا يشمل قضايا أمنية واقتصادية وطاقوية وقضايا جيوسياسية أيضا. لهذا تحدث أردوغان عن إرسال مساعدات إلى حلب، كيف يلتقي هذا مع الفيتو الروسي الذي عرقل إدخال المساعدات إلى حلب؟ كما تتذكرون في الحقيقة كان هناك مشروع قائم وبرنامج بغية إرسال مساعدات إنسانية إلى حلب خلال وقف إطلاق النار، ولكن هذه الخطة فشلت، وكان هناك متطلبات وضعتها روسيا كشروط على تقديم المساعدات إلى شرق حلب، وخاصة كان هناك مقترح روسي محدد بشأن طريق كاستيلو الذي يستخدمه الثوار والمعارضة للمساعدات. أيضا روسيا تحدثت عن استخدام طريق الكاستيلو لتقديم المساعدات بشكل لم يسمح بالتنسيق. إذن إذا ما استطاع الطرفان بفتح مجال لتقديم المساعدات الإنسانية فهذا سوف يكون نافعا، ولكن هذا صعب في الظروف الحالية لأن القوات الجوية الروسية والسورية يقومون بقصف المدنيين في المدينة. إذن قبل وقف الغارات الجوية سيكون من الصعب تقديم أي مساعدات إنسانية، وأفترض أن الزعيمين سيكونان قد توصلا إلى فهم من نوع ما بشأن كيفية تخفيف مستوى القتال لكي يكون هناك إمكانية بتقديم المساعدات إلى المدنيين وخاصة في شرق حلب. يعني هل تقصد ربما نشهد مبادرة من قبل روسيا وتركيا بمعزل عما يحدث أو حدث في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبمعزل عن مواقف أطراف أخرى في المنطقة؟ لا يجب أن يكون هذا خارج ما تم الاتفاق عليه في إطار مجلس الأمن، فكما قلت هناك خطة يتم التفاهم عليها، ولكن محاولة وقف إطلاق النار فشلت، وربما البلدان سيحاولان الآن أن يعيدا الحياة إلى نفس المبادرة بعد رؤية حيثياتها. أيضا بالنسبة لمجلس الأمن الدولي الفرنسيون وضعوا مقترحا، وأيضا الأمريكان يعملون بطريقة بديلة. إذن سوف نرى كيف سيتم التعاون في الأيام القليلة القادمة، إذن فالحيثيات والتفاصيل قادمة. شعبان قرداش مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أنقرة، شكرا جزيلا لك.